بالي جديد دورة 29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب الذي نظم تحت رعاية السميري صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وبشراكة مع جهة الرباط صلى القنيطرة. جديدها يشمل العديد من الجوانب، أولا على المستوى دور النشر التي ستحضر معنا هذه السنة، أزيد من 700 دار نشر، فيها 290 دار نشر عارض مباشر و 453 تقريبا عارض غير مباشر، يعني عارضين بالتوكيل. جديد هذه الدورة أن 40 دار نشر ستشارك لأول مرة في المعرض الدولي للنشر والكتاب. كذلك الرصيد الوثائقي المهم الذي سيعرض أزيد من 3 مليون نسخ اللي غادي تكون عندنا إن شاء الله في المعرض، والتي تشكل فيها الإصدارات الجديدة أزيد من 50%. إذا جمهور المعرض سيكون له الموعد مع جديد الإصدارات برسم موسم 2023-2024. بالنسبة للجديد يشمل كذلك البرمجة الثقافية الغنية والتي سيتم من خلالها التطرق للعديد من المواضيع والعديد من التيمات. هنخليكم تكتشفوا إن شاء الله البرنامج الثقافي الذي سيعلن عليه قريبا. كذلك هناك جديد على المستوى التنظيمي، كاين تصميم جديد لفضاء المعرض، كاين كذلك تسهيل لولوج المعرض من خلال عروض مهمة مع المكتب الوطني للسكك الحديدية، كذلك مع غنوفروا حنا الحافلات بالمجان لتسهيل تنقل زوار المعرض، كذلك هناك تخفيضات بالنسبة لحاملي جواز الشباب، هناك كذلك تسهيل للولوجيات لذوي الاحتياجات الخاصة، كذلك هذه السنة سنوفر كذلك ترجمة بلغة الإشارة في بعض فضاءات المعرض، غيكون كذلك غيكون هذه السنة معنا غنترجموا البرنامج الخاص بالطفل بلغة البراي. جديد هذه السنة كذلك، وهذا يعني نقطة مهمة كذلك، هو البرنامج الطفل اللي غادي يشمل فقرات متنوعة ومتعددة، ورشات خاصة بالأطفال، وكذلك غيكون هناك فضاء مارفل اللي غادي يكون مهيئ بطريقة سينوغرافية جميلة، اللي غيكون في غيجيو مبدعي رسامي مارفل اللي غيكون عندهم لقاء مباشر مع الشباب.